مجموعة واحدة في اجتماع. من جهة أخرى تم مداهمة بنايات في طور الإنجاز أين تستغل من قبل الفئة المنحرفة لتعاطي المخدرات أو الاتجار الغير شرعي بها. الفئة المنحرفة من المجتمع تستغلها لارتكاب الجرائم تاعها، ظنا منهم ان قوة الشرطة ما تلحقش هذه الاماكن. احنا في اطار العمل تاعنا اعداد خطط محكمة نداهموا هذه الاماكن لكي نوقف هذه الظاهرة هذه الغريبة على المجتمع الجزائري. تفاجأ عناصر الفرقة بتواجد نساء بالمبنى، فتم تفتيش المكان واستفسار المشبوهين عن سبب تواجدهم بهذا المكان المشبوه. عايش هنا؟ وداركم وين راه؟ عندنا دارنا. ولا ماكش عايش مع دار؟ مشاكل عائلية. ها؟ مشاكل عائلية. وين تمشوا الخواتم هذوك؟